على الأصعدة كافة، تقوم مصر بجهود كبيرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء جراء التصعيد المستمر في قطاع غزة، وكذلك تقديم الدعم والمساندة اللازمة مع استمرار سقوط الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع والاعتداءات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. الجهود الجادة التي تبذلها مصر لاقت إشادات من قبل وسائل الإعلام والصحف الدولية، والتي أبرزت الدور المصري الإيجابي في سبيل حل الأزمة، حيث أكد موقع هيئة الإذاعة السويسرية أن مصر تقود تحركات إقليمية من خلال اتصالاتها المستمرة لوقف القصف العنيف على قطاع غزة، وأرسلت سيارات إسعاف عبر حدودها مع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية. وقالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية إن مصر باعتبارها طرفاً إقليمياً فاعلاً تسعى الآن إلى فترة تهدئة لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة، مشيرة إلى أن المسؤولين في القاهرة يدفعون باتجاه وقف إنساني لإطلاق النار، حيث تنتظر سيارات الإسعاف على الجانب المصري من الحدود. كذلك أبرز موقع نيوز 18 الهندي السماح لعشرات سيارات الإسعاف المصرية بالدخول إلى قطاع غزة لنقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر، في وقت برزت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان نصرة الشعب الفلسطيني. وأورد موقع ماكاو بيزنس تصريحات وزير الخارجية سامح شكري في اتصال مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والتي أكد فيها مواصلة العمل على إيجاد وسيلة فورية لوقف الصراع في قطاع غزة ومنع أي استفزازات إسرائيلية في القدس، وكذلك ضرورة استئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والتي من شأنها أن تعطي أفقاً سياسياً حقيقياً لإنهاء الصراع. وقال موقع Voice of America إن الولايات المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في المنطقة لإنهاء التوتر المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.